والآن نترككم مع فيديو مصور. مشاهدة طيبة. إيماناً منا بأهمية الثقافة ودورها المحوري في التنمية، حاولنا مقاربة هذا المحور مع دمجه بأهمية الحفاظ على البيئة لحماية كوكبنا الذي نعيش فيه من التغيرات الكثيرة. فكانت جلسة عصف ذهن ونقاش مستفيض مع مختلف الشباب المشاركين، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط المهمة: إدراج مقرر المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، وتوفير المواد الأساسية لتسهيل عملية فصل النفايات وإعادة تدويرها، إقامة مبادرات شبابية لرفع مستوى المواطنة البيئية، واستهداف المؤثرين لنشر التوعية البيئية، زيادة دور الخطاب الديني في مجال التوعية بالمواطنة البيئية، وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستثمار التطور التقني والتكنولوجي لتقليل المهددات البيئية. As education is considered the primary foundation for achieving progress and development in any society, we in the Innovation Lab have come to the following conclusions after in-depth discussions regarding the current state of education in the Islamic world and the aspirations of the youth. Providing a collaborative and inclusive environment for teachers. Promoting equitable access to digital technology for lifelong learning. Identifying and implementing policies and interventions to ensure quality jobs and establish good governance for the future generations. All of this is achieved through the development of partnerships and lessons from the best local and international practices. From the communication team's Media Literacy Initiative have been recommended to promote media literacy. This initiative will help young people discern credible source from misinformation and understand credible content through expert knowledge sharing and awareness. Organizing its ISISCO Media Camp to teach the need for digital skills in an effective opportunity to mitigate the gaps and also synthesize the use about knowledgeable and credible information on the internet. Additionally, organizing national cultural heritage exhibition, festival, and traditional showcase can strengthen youth connection to their roots, patriotism, and the spirit of global citizenship to tackle the challenge relating to youth migration. Establishing the program that facilitates cultural exchange between young people from different regions and backgrounds is also suggested. نحن في مختبر الابتكار حاولنا التفكير بعمق للتوسل إلى آليات تعزز بنية المجتمع وتعلي من القيم الإنسانية في عالمنا الإسلامي، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط، ومن أهمها إطلاق عدة برامج في المنهج الأكاديمي لزيادة الوعي بتأثير صناعة الترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إنشاء وحدات استماع ودعم للشباب الذين أصبحوا مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، إنشاء برنامج لزيادة الوعي بين الشباب في العالم الإسلامي حول الصحة العقلية وأهميتها لتحقيق التوازن للأفراد والمجتمعات، نهج متعدد القطاعات تتطلب استجابة شاملة ومنسقة للصحة العقلية، شراكة مع العديد من القطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والتوظيف والقضاء والإسكان والاجتماع وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى القطاع الخاص حسب ما يناسب الوضع في البلد. بما أننا نعيش في عالم متغير، اجتهدنا في مختبر الابتكار بالتوصل إلى أفكار تسهم تطوير البحث العلمي ومواكبة التطورات الراهنة في العالم الرقمي، واستثمار كل ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة في جعل عالمنا الإسلامي أكثر أماناً وازدهاراً وتنمية. فحاولنا التركيز على أن يكون لدينا مؤتمر شباب الوحدة الإسلامية لمناقشة تغير المناخ من رؤية الشباب، استخدام التطبيقات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمي لاستخدام الأسمدة في الزراعة، توفير منح دراسية للشباب لتطوير الأبحاث العلمية في مجالات المناخ. Thank you.
I hope you enjoyed your time here. I need your suspension a good time here in the parliament. Tomorrow and more. Best regards for all of you.